هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو، مستمرين في العمل والدعم، مستمرين في الدعاء، مستمرين قلوبنا وعيوننا على غزة وفلسطين. الاحتلال يضرب في كل الجهات، جميع فلسطين يجب أن ندعي لكل حد صامد في هذه الأرض الطيبة. النهاردة حنروح في زيارة للمطبخ الفلسطيني، وعدتكم أنه نكمل، وحنروح برضو في زيارة للمطبخ المصري، وحنروح في زيارة للمطبخ العراقي. أكلتنا العربية وتراثنا العربي كله هو دائما محط اهتمامنا، وحبوعدكم أنه حنعمل كل الوصفات من كل الوطن العربي. كلنا يد واحدة، وكلنا شعوب واحدة، وكلنا لنا قضية واحدة هي قضية فلسطين. النهاردة هعمل لكم وصفة مش حتى مشهورة قوي بفلسطين، وصفة تيتا كانت بتعملها الله يرحمها، اللي كانت بتحلم بالعودة، اللي خرجت في 48 بعد مذابح كثيرة لمن يقول لماذا خرجوا. خرجوا للي بتشوفوه دلوقتي بيحصل تحت أعين العالم، ولكن لم يرى العالم ما حدث، فعاشوا في بلدان غير بلدانهم وقضوا وتوفوا قبل أن يعودوا. إن شاء الله قلنا يرى العودة. النهاردة حنعمل أكلة تيتا قلت لكم بتعملها لي، اسمها شولباتو. تيتا كانت مدينة حيفا، برغل وبتنجان مع شوية طماطم وشوية بهارات بسيطة، وكانت أكلة بسيطة جدا في تكلفتها وفي طريقتها، تأكل عيلة كاملة، أكلة معمولة بكل حب. حعملها لكم النهاردة على وصفة جدتي. هنعمل كمان، ما أنه ابتدينا بوصفة برغل، من المطبخ المصري أكلة برضو مش مشهورة قوي، كبيبة مصرية. في ناس كتير ما يعرفوش أنه في مصر نوع من أنواع الكبيبة اسمها كبيبة غمراوي. كبيبة معمولة بالرز، مكونات برضو بسيطة جدا، من أحلى الوصفات اللي أنا جربتها، ويقال إنها من مدينة المنصورة. يمكن غمراوي مش من غمرة أو ميت غمر، هي غمراوي بسبب إنها بتتغمر بالشوربة عشان تستوي جواها. كمان حنروح للمطبخ العراقي، عندهم كبة شهيرة جدا اسمها كبة موصل، منطقة الموصل بالعراق، وتحية لكل أهل العراق. كبة بسيطة جدا وسهلة جدا، بتتعمل على شكل فطيرة كده، وبتتقلي أو بتتحمر كده في الطاسة. فالنهاردة حلقتنا عربية فلسطينية مصرية عراقية، وابعتوا لي وصفات من كل المدن العربية، أحب أني دايما أحتفي بكل بلداننا العربية. هذا الوقت الذي جاء عشان نتحد كلنا بكل ثقافتنا المختلفة، تكون عندنا يد واحدة في كل شيء. نكتب عندنا النهاردة إيه؟ عندنا حلقة عربية، عندنا الشولباتو الفلسطيني، وعندنا الكبيبة الغمراوي المصرية، وعندنا كبة موصل من مدينة الموصل العراقية. وصفاتنا دي كلها بتلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك ميشو تي في. يسعدني جدا متابعتكم لينا من كل الدول العربية، وتعليقاتكم اللي بقراها، وبتسعدني جدا 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 التفافكم كلكم حول القضية وحول نصرة فلسطين، شيء بيسعدني وبتعبروا عنه على صفحتنا على الفيسبوك. كل الوصفات بتنزل مع الصورة بالمقادير على الصفحة. كل حلقتنا موجودة على اليوتيوب. حلقة عربية بامتياز بعد الفاصل. هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو. حلقتنا النهاردة تصطبغ بطابع عربي، تحية لكل الشعوب العربية. النهاردة حنعمل أكل فلسطيني، أكل مصري، وأكل عراقي، وأوعدكم أنه نكمل بمطابخنا العربية في بلدان كثيرة لم نزورها. يعني في بلدان من شمال الأفريقي، عندنا المطبخ الجزائري، عندنا المطبخ التونسي، عندنا الليبي، عندنا كمان السودان، عندنا أكلات كتير. أتمنى تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك أكلات بوصفات بالتفصيل، علشان بنحضر وصفاتنا دايما in advance، يعني تبقى قبل يعني بنصور الحلقات الأسبوع اللي قبله بنبقى محضرينها عشان نجيب المكونات اللائقة وأذاكر الوصفات دي، لأنه هتبقى غالباً وصفات أنا ما أعرفهاش، وبحب أني أعملها قبل ما أعملها معكم على الهواء، أجربها في البيت. فالنهاردة تعالوا نبتدي أول حاجة بأكلة مصرية شهيرة، مش شهيرة، شهية، هي مش شهيرة قوي في مصر بس تستحق أن تبقى شهيرة. الكبيبة الغمراوي، ناس كتير ما تعرفش أنه في مصر كبيبة. دي الكبيبة الغمراوي نية، هنحضرها مع بعض، بس أنا عشان تلحق تستوي في الحلقة نجهز لكم شوية منها وحنسويها مع بعض. عبارة عن لحمة مفرومة ورز
زي فكرة كفتة الرز، بس الرز مش مطحون، مع الرز مع بصل، وعندنا كزبرة وبقدونس وملح وفلفل، شوية كربونات أو بيكنج سودا كربوناتو، وبتتحط عليها. عملتها أنا قبل كده بصوص طماطم، النهاردة هنعملها بطريقة تانية. الطريقة الأولانية اللي عملتها كسرت الرز أكتر، في كذا طريقة، فالنهاردة هنعمل الطريقة التانية. تقدروا ترجعوا على اليوتيوب ميشو كوبيبة غمراوي، فالنهاردة هنعملها بالطريقة التانية اللي هي بكل بساطة. ممكن نحط تحت نقطة زيت في الحلة بس بسيطة كده، ونرص الكوبيبة فوق بعضها. من الأكلات السهلة جدا، وفيها البروتينات وفيها النشويات، وهي كل الموضوع نص كيلو لحمة مفرومة. هنحط الكوبيبة بالشكل ده ونغمرها بالشوربة بس، على نغمرها يعني فوقها بس قيمتها، بحيث الرز يستوي وتتشرب. اللي بيحب تكون فيها مرقة شوية ممكن يزود خلال عملية الطهي. بس كده هناخد دلوقتي مية مغلية هنا مع مكعب مرقة أو مكعبين، فمش هنحط ملح لأنه مكعب المرقة بيبقى فيه نسبة من الملح. ندوب الشوربة، هناخد مضرب سلك. إذا قلت لكم لما عملت الوصفة دي قالوا لي بعض الناس إن هي من مدينة المنصورة، صححوا لنا المعلومة دي على الفيسبوك، قولوا لنا اللي بيتفرج علينا وعارف اصل الوصفه دي ابعتوا لنا، علقوا على الوصفه لما تنزل. بنغمرها بالشوربه بس كده، على قد ارتفاع الكوبيبه فقط، وبنحطها في الاول على حراره عاليه تغلي غلوه، وبعدين بنوطي الحراره لاقل من نص بشويه، وبنغطيها لحد ما حبايه الرز تتفتح. احنا كده كده نقعين الرز. تعالوا دلوقتي نعمل الوصفة. أول حاجة هناخد نص كيلو لحمة مفرومة نديها عرق. يعني إيه نديها عرق؟ يعني نضربها بالكبة، مش هحط لها أي حاجة في الأول، مجرد إني أضربها فتنعم. عندنا اللحمة المفرومة أهي، والرز في ناس بيحطوه مش منقوع، بس لو ما تنقعش هيحتاج شوربة أكتر، فأنا بلاقي المنقوع أسرع في التسوية. ناخد اللحمة المفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، هنديهم عرق في الكبة الأول، وبعدين هنضيف لهم الإضافات مع بعض. إضافاتها بسيطة موجودة بكل البيوت، يعني دلوقتي حالا اللي عنده شوية لحمة مفرومة يقدر يعملها. عندنا رز موجود، شبت وبقدونس سوري وكزبرة ما بينقصوش من البيوت، أساسي في المطبخ المصري. شوية كربوناتو وبصل وملح وفلفل، فهنديها العرق. تاخد لفة كده، يعني بنطلع فيها كده عرق. العرق لما اللحمة المفرومة بتعدي بمكنة، المكنة دي بتفرمها فبتفرفش، لا احنا عايزين فيها شدة. بس كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. للنص كيلو اللحمه المفرومه هنحط كوبايتين رز. بصوا عملنا فيها ايه؟ عرق، شايفين؟ اهي بقت مش مفروله، بقت اهي بيست معجون. هنحط لها، هصفي دول مش دلوقتي، هنحطهم اخر حاجه، كوبايتين رز مصري. اذا للنص كيلو كوبايتين رز، فهترمي معانا النص كيلو لحمه تدينا كميه كبيره. يعني دي لو شكلناها قرصناها مش هتدينا الشكل اللي الكميه اللي احنا شايفينها قدامنا، بس بما انه احنا حطينا لها الرز والاضافات الثانيه هي بتغلي. بصوا ابتدت تغلي، مش هغطيها، خليها تبتدي تبخر شويه. تعالوا هنا هنحط عندنا هقول لكم حالا كربوناتو كده بطرف المعلقه، بتخليها هشه. هنحط اهو شايفين الكميه دي فقط، هنحط الملح والفلفل. ملح، فلفل اسود، وهنحط البصله، بصله واحده مفرومه، وهنحط الخضره. عندنا كزبره وبقدونس.
فيها. وقتنا ايه كنترول. حلو. طيب هنا دلوقتي هنخلطهم مع بعض وهنخلي الرز للاخر. هنحط عليها معلقه زيت اهو بس كده. هي كده شبيهه بالكفته العاديه الشاميه، بقدونس بصل من غير كزبره، بقدونس بصل ملح فلفل، بتاخد بهار مشكل واللحمه. بس الاضافه الكربوناتو، عملنا قبل كده برضو احلى كفته في البيت، كانت كفته برغل. حطينا فيها الكربوناتو، بتخليها فيها هشاشه. دلوقتي هضيف الرز. في ناس ما بتطحنش الرز خالص، وفي ناس بتكسره جامد زي ما عملنا لما عملناها المره اللي قبل كده. وفي ناس، انا هعمل ايه، انا هحط كميه اهو، قلنا كوبايتين، ادي كوبايه هنعمها. في ناس يسيبوها كده زي ما هي بالظبط، بس حسيتها الرز بينفش فيها كتير، بس طعمها طلع خطير يعني. جربنا شويه الصبح، هكسر شويه واسيب التانيين سلام. اذا الرز منقوع. ساعات كتير لما نيجي نعمل الكفته او الكبيبه بنضيف بق ميه كده صغير عشان تدينا عرق اكتر، فانا هضيف كده سنه ميه هتلف معانا اسرع. شايفين على طول الميه بتخليها. خلاص هنطلعها، هنخلطها بايدينا دلوقتي. بصوا ازاي بقى فيها عرق. نزل كل الكميه، شايفين نص كيلو اللحمه مع الاضافات قد ايه طلع لنا كميه. ولسه هنحط باقي الرز، هنحط الكوبايه الثانيه من الرز. واكله هيحبوها جدا الاطفال، مليانه، هي فيها النشويات وفيها البروتينات، وجبه متكامله. نعجنها كويس كده، وبعدين بنحط جنبنا طبق فيه ميه ونبتدي نشكلها زي ما شفتوا بالشكل ده. وبس نطلع فاصل ونرجع. هنا الكوبيبه هنوطي النار عليها اهو للنص ونغطيها. شايفين حبايه الرز ابتدت تتفلفل ازاي وتبان باينه معانا صح؟ بصوا الرز اهو ابتدى يتفلفل. هوطي النار واغطيها، نطلع فاصل ونرجع. هي دي الوصفه بكل بساطه. نبتدي بوصفه جدتي الشربات، استنونا. تعالوا نبص مع بعض. بصوا الكوبه، الكوبيبه الغمراوي، هوريكم اجيب الملقط اهو. بصوا بيبقى شكلها عامل ازاي. الرز بيبتدي يبان اهو، يتفلفل يستوي. خلاص قربت على السوا، بس لازم ننشف الميه، فهخليها متغطيه، اتاكد انه كله جاي عليه السوائل. طيب تعالى نبتدي بوصفه تيتا الشلباطه. وصفه بسيطه جدا، مفيده جدا جدا، مليانه الياف، لانه بتتعمل من البرغل. ده البرغل الخشن في مصر اكتر، يعني ده من مصر بس اكتر توفرا البرغل الناعم. ده البرغل الخشن. البرغل هو كسره من، هتلاقوا فيه حتى الخط بتاع القمحية اهو. بصوا لما تتنقع هي قمحة كاملة، هي الياف كاملة. عندنا اول حاجة القمحة الكاملة، بعدين بتتبل وبتتكسر للبرغل الخشن، بعدين البرغل الناعم، بعدين عندنا السيمولينا اللي هي بتطلع من عمل الدقيق اللي هي السميد اللي بنعمل فيه البسبوسة، بعدين عندنا الدقيق، وطبعا الفريك هو لما يبقى القمح لسه أخضر، عشان كده بتلاقوا عليه مرات لونه أخضر شوية وبيبقى عليه حتت كده كأنه يعني مشوي على الفحم. هو فعلا بسنابل القمح كده بيحرقوها وبعدين بيفركوها وبتطلع الفريك، عشان كده لسه لونه لما ينشف بيكون أخضر. تعالوا نعمل الوصفة البسيطة والسهلة قوي دي. هناخد مقناها أكلة نباتية. عندي هنا أنا زيت زيتون،
نحط زيت الزيتون. أكلة نباتية مليانة ألياف، مشبعة، مفيدة وبسيطة. هناخد بصل، كمية بصل حلوة فيها مكونات المسقعة شوية، لأنه فيها بتنجان، فيها بصل، فيها طماطم، فيها صلصة، فالنكهة دي هتحبوها جدا. واللي بيحب يعملها حراقة، أنا ممكن أحط فيها شوية هريسة دلوقتي. خلوني أزود الزيت، زيت الزيتون مفيد جدا، ولسه أنا منوهة الأسبوع اللي فات إنه بنطبخ فيه وبنقلي فيه وبنحطه ني على السلطات، على عكس ما انتشر إنه لا، زيت الزيتون من الزيوت اللي لو تعرضت للحرارة هي زيوت ضارة. ادخلوا وقروا درجة احتراق زيت الزيتون، كنا بنتكلم عن كمان الكانولا وزيت عباد الشمس، درجة احتراق زيت الزيتون برضو من الحاجات العالية اللي ما تتأثرش قوي بالحرارة. هنحط هنا بس ندبل البصلة شوية. هحط مع البصلة البرغل. قبل ما نبتدي بالوصفة، البرغل ده منقوع، فاكرين دايما بقول لكم الفريك انا بحب انقعه كويس قبل ما اسويه، علشان ده بيسهل تسويته. بصوا حبايه كده، هنا حجر ما اقدرش تكسر لي اسناني لو دقتها، اللي هي الني ده لو ناخده كده ناقصه يتشرب، يتفلفل، يتفتح من النكهات اللي هنحطها. بس ده بقلل لكم مده السوى للنص وبيسهل الهضم، لانه اي الياف هنطبخها من غير ما تستوي تماما متعبه جدا 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 للهضم على معدتنا. اذا هنا هناخد دلوقتي دي احسن، دي دبس الفليفله اهو. ده دبس الفليفله. هو ايه دبس الفليفله؟ هو زي الهريسه بس من الفلفل الرومي مش من الفلفل الحراق. هحط معلقه، وده اللي هيبتدي يدينا اللون، شايفين المحمر للبصله. اذا احنا دلوقتي في زياره ل مطبخ الفلسطيني. تيتا كانت الله يرحمها من مدينة حيفا، أهل أمي من مدينة حيفا بفلسطين، فأعتقد أن الوصفة دي من شمال فلسطين الجميل الرائع. ادخلوا كده على النت وكتبوا حيفا، شوفوا جبل الكرمل، شوفوا الجمال، الطبيعة، الخضار، المباني القديمة. أنا أقصى حاجة شفتها بفلسطين، ما روحتش، ماما كانت حامل فيا وهي في زيارة لفلسطين في شهر التاسع، زارت لفة فلسطين كلها، وكانت فرصة جت لها. يعني عادة الفلسطينيين اللي عايشين في الخارج لازم يكون عندهم حاجة اسمها لم شمل، يبقى لهم أهل جوه يعملوا لهم دعوة عشان يجوا، وتتغير القوانين بشكل يومي. حتى الآن في فلسطين أهل الضفة بصعوبة يتنقلون داخل الضفة، بتشوفوا الحواجز وبتشوفوا يمكن يبان حالهم أحسن من حال أهلنا في غزة. ربنا يفك يا رب الأزمة اللي هم فيها يا رب، ونطمن عليهم. بس برضو أهل الضفة كل يوم في معاناة. هنحط دلوقتي هنا طماطم حبيتين كبار او اربع حبيات وسط، نديهم تقليبه. وهنحط كمان معلقتين كبار كده من صلصه الطماطم. احنا البصله مش عايزينها تتحمر خالص، فانا هبتدي احط الملح. اتفقنا انه لما نحمر البصل نديله لون، نتجنب اضافه الملح. لو عايزينه بس يتدبل بنقوم حاطين الملح. حط الملح هنا. طيب ايه المكون اللي بيخلي دي مش مجرد برغل ببندوره بطماطم؟ البتنجان، بتنجان المقلي، عشان كده بقول لكم مسقعه اساسي في الوصفه دي. مكعبات البتنجان بتتقلي في الزيت او تتشوي بالفرن، تيتا كانت بتقليها. هنخلطها دلوقتي هنا معاها، هخلي شويه نزوق فيهم على الوش. هي كده اصلا لوحدها من غير البرغل تتغمس من حلاوتها، عشان كده بقول لكم شبه قوي المسقعه بنكهتها. اديها رشه فلفل اسود. وفي المرحله دي هنحط ميه مغليه عشان هبتدي الاول بالكميه دي، ونبتدي نحط البرغل، بعدين نزود باقي الميه. بسم الله. برغل من الحاجات السهله جدا في الطبخ، لانه ولا بيعجن، ولو نقصت الميه عليه وزودنا بيتفلفل عادي، مش زي الرز. الرز من الحاجات الحساسه جدا في الطبخ، لو نقصنا الميه او زودناها بالاول تصليح الموضوع بيبقى صعب. حط كل الكميه، مشبعه مليانه الياف وصحيه. هتلاقوا البرغل في مصر الخشن، في انا لقيته بالسوبر ماركت على فكره، كان براند تركي تقريبا، لانه هو شهير هما في تركيا بيعملوا البرغل ده بالطماطم،
تقريبا بنفس الريتم اللي احنا بنعمل فيه الرز المفلفل اللي بالشعرية في مصر، فهتلاقوه في المحلات السورية كمان. احنا منتجاتنا اللي هي الشامية في البرنامج نجيبها من سوار الشام في الشيخ زايد، هتلاقوا عنده، انا جايبة البرغل الرائع النظيف ده من عندهم. دلوقتي حديها تقليبة، وطبعا هحتاج مية اكتر، ولو حسيت ان الصلصة قليلة ممكن ازود عشان لونها مع المية هيخف، فممكن ازود شوية صلصة. فدلوقتي هنغطيها كده بالمية، اتفقنا انها منقوعة وشاربة مية كتير، مش هتحتاج كمية المية ولا الوقت لو ما كناش نقعينها. هزود شوية صلصة عشان احصل على اللون اللي انا فاكراه. كل واحد فينا اكيد بتبقى نكهات اكلات جداته مختلفة، طبعا مهما عملناها بتطلعش بحلاوة اللي بناكلها من تحت ايديهم. ربنا يخلي لنا الموجودين ويرحم اللي رحلوا عن دنيانا. نديها تقليبة، وزي الرز دلوقتي مجرد انها تغلي غلوة نوطي النار عليها شوية، مش زي الرز على الاخر بنوطيها لانه هتبقى الرز من خفية يتحرق. هنا متقلقوش، يعني هنحطها تحت المتوسط شوية، بس اول حاجة تدينا غلوة. تعالوا نبص على الكوبيبة هنا الغمراوي، خلاص شايفين المية نشفت ازاي؟ بصوا بقت جاهزة انه نقدمها. فممكن نجيب طبق، ممكن ادور لكم، ايه رايكم نطلع فاصل؟ كنترول وقت الفاصل. طيب نطلع فاصل ادور على طبق حلو كده نقدم الكوبيبة الغمراوي، ونرجع تكون غليت الشلباطه نغطيها ونبتدي باكلة. ما نعملش اكل عراقي كتير. تحية لاهل العراق، حضارة عريقة جدا وعندهم اكلات كتير. وعد اعمل لكم الدولمة والسمك مسقوف واكلات كتير من العراق. النهاردة اكلتنا كبة موصل بعد الفاصل. يلا نغرف الكوبيبة الغمراوي. بصوا اتفلفلت ازاي، شربت كل، بصوا ما فيش ولا نقطة شوربة. المرة اللي فاتت عملناها بيفضل فيها سنة شوربة، عملناها بصلصة الطماطم، يعني شوربة مع طماطم. المرة دي عملناها بالطريقة التانية للكوبيبة الغمراوي، وصفة مصرية تستحق على فكرة، طعمها يجنن. والرز فيها ليه تكستشر مختلف، وزي ما قلنا انه هي ادتنا مع الرز كمية، يعني كوبايتين الرز مع نص كيلو اللحمة ما شاء الله عملوا كمية حلوة من الكوبيبة. في حاجة شبهها كده برضو عملناها، وصفة أردنية اسمها كبة عبيدات برضو، بس ما فيش فيها رز. بتتحط كده في الحلة، تستوي بالحلة بالشوربة. كل حلقاتنا موجودة على اليوتيوب، يعني الحلقات دي كلها للناس اللي بتقول لي شوف اعملي لنا، بشوف على الفيسبوك وصفة كذا وصفة كذا. احنا عملنا كل وصفة بدل المرة اثنين وثلاثة، فتقدروا ترجعوا دايما لمخزون حلقاتنا اللي موجودة على اليوتيوب. هتلاقوا اللي حابب يجرب الكبة الغمراوي بصلصة الطماطم يرجع للحلقة. بصوا الحلة ناشفة ازاي، اذا شربناها تماما الشوربة، مفيش ولا اي حاجة، زي كأنه بنسوي المحشي. هي فيها بقدونس وكزبرة، تيجوا نزوقها بالشبت. على سيرة المحشي، التلات خضار الورقيات اللي موجودة بالمحشي المصري، نكهة بسيطة وشهية هتحبوها جدا وهيستسغوها قوي الأطفال. إذا دي وصفتنا النهاردة من مصر الحبيبة، الكوبيبة الغمراوي. هنحطها قدامنا، تعالوا نقلب مع بعض هنا الشلباطو. بصوا يبقى طبعا جوسي، مبقاش متفلفل قوي، لازم يبقى فيه كده نسميه احنا يعني بالفلسطيني مويه، في سنه صوص اهو. انا هنا في المرحله دي الحبايه اتفتحت اهي، هوطي الحراره واسيبه كده يتشرب اكتر ويتفتح. دلوقتي تعالوا نروح الى الموصل في العراق الحبيبه، نجهز لكم اثنين من الكوبيبه. طبعا هي بتتعمل باحجام مختلفه، بتعمل كبيره كمان. بصوا بقى شكلها عامل ازاي بالشكل ده، شايفين؟ تبقى قرص من الكوبيبة اهو من ناحيتين، شايفين؟ طبقتين رفيعين. حوريكم بتعملوا ازاي. وصفة الكوبيبة فيها سهلة جدا، مش محتاجة مفرمة لحمة ولا حاجة. محتاجين ننقع البرغل ونضربه بالكبة مع شوية لحمة، برضو الوصفة دي لحمتها قليلة. فهنشغل هنا، تعالوا نحط دي هنا. هي بتحط لها زيت نباتي وبتبقاش ديب فراينج،
ممكن نسويها. تعالوا ناخد زيت لورو، تعلمنا انه زيوت لورو في الطبيخ العادي بنستخدم الذرة وعباد الشمس والكانولا. الزيت اللي يبان عندنا انه هو زيت مستورد، هو زيت مصري محلي، جودته بجد يعني لازم تجربوه، من احسن الزيوت اللي استخدمتها. كمان ببقى مطمنه وانا بستخدمه لاولادي ولبيتي انه فيه فيتامين الف وفيتامين د مدعم بنوعين من الفيتامينز اللي احنا محتاجينهم جدا علشان صحتنا. فيتامين د هو زيت المحرك، عارفين زيت العربيه لما يعني ما فيش زيت في العربيه كل المحرك بيقف. زيت فيتامين د مهم جدا لينا وبالذات للنساء لانه بنفقد فيتامين د كتير وما نتعرضش للشمس باوقات صح كفايه. فحلو انه بكل اكلنا واحنا بنطبخ بالزيت كتير عارفين ومطمنين انه زيت لورو حاطط نسبه بسيطه ومعقوله مع استخدامنا الكتير انه بتبقى مصدر جيد لفيتامين الف و د. طيب هنا شايفين كميه الزيت، ولا هو ديب فراينج ولا هو شويه زيت، هي نسبه معقوله اهو من الزيت بنسخنها. هنا عندنا حاجتين، عندنا عجينة الكبيبة وعندنا الحشوة. ما أشبه كبة موصل بالكبة المشوية ببلاد الشام. وصفاتنا شبيهة قوي في بعض مع تغيرات بسيطة بس في الحشوة في مقادير. فأنا هنا بس مستنيها تسخن علشان نبتدي نحمرها. حطي دي على جنب. تعالوا نعمل مع بعض الأول. شوفوا لو شققت معاكم كده بكل بساطة هي زي الجلو. تلزقوها تاني. ودي على فكرة بالمرحلة دي بتتحط بالفريزر، بتتحط بينها ورق زبدة كده تطلعوا في أي وقت وتسووها بسرعة وهتفك بسرعة لأنها رفيعة. هغطيها كده ونبتدي إحنا في وصفتنا اللي هي هتبقى أول حاجة نعمل الحشوة. حشوتنا هتبقى عبارة عن برول. عندي البرول الناعم اللي قلنا هو بعد ما يتبل القمح بتكسر للبرغل الخشن، بعده البرغل الناعم. فعندي هنا ممكن تحطوا كوبايتين من البرغل، تنقعوهم بكوبايتين ميه برضو لحد ما البرغل كده يتفتح. نفس الفكره انه تقريبا مستوي. عندنا الكميه دي هنحطها، خلوني بس اغسل ايدي والبس جلوفز عشان هنشكل دلوقتي الكوبيبه. كوبيبتنا سهله وسريعه وهوايه على راي اهلنا في العراق، هوايه يعني كتير شهية ولذيذة. هنلبس الجلوفز. أنا اللحمة هنا عندي نص كيلو للكوبايتين البرول، عاملاهم على ربع وربع. بصوا قد إيه كميتها بسيطة وقليلة، وعملت لي اتنين، ودي كمان اللي فاضل منها أهي العجينة تعمل لي كمان اتنين، فتعمل تقريبا أربعة كوبة موصل صغيرة أو اتنين من الكبار. ناخد الكبة مش هنحتاج زي ما اتفقنا مفرمة لحمة. انا حاسه الحراره بقت كويسه انه نحط الكبه فيها. ننقلها في الزيت بورقه الزبده عشان ما تتكسرش بكل سهوله كده، ونحطها هنا. ابتدت اهو تتحمر، ما بلاش تبقى الحراره عاليه قوي بحيث نحطها فتاخد لون على طول من غير ما تستوي، فالحراره كده كويسه. طيب هنا هننقل البرغل في الكبه. بهاراته بسيطه، دايما بنحط مع البرغل كمون. هنا كمون، اين الكمون؟ انا موجود عندي، خلوني اشوف معلش. الكمون هنا دايما بيبقى موجود، الكمون اهو، كمون والبهار المشكل او السبع بهارات. هحط هنا اللحمه، ربع كيلو لحمه نوزعه كده، ونحط عليه البرغل. ما بنحط لهاش بصل في عجينه الكبيبه. البرغل زي ما انتم شايفين متفلفل من مجرد النقع يعني. وهنحط كمون وسبع بهارات وملح فقط لا غير. خلاص كفايه الكميه دي. وبعدين عندنا سبع بهارات وكمون. طبعا هنحتاج ميه عشان نلفها، ونحتاج اكيد ملح عشان تطلع العجينه طعمها حلو. هنحط رشه الملح، ومفيش مقدار معين للميه، هبتدي بشويه ميه كده ونخلط.
عيننا مفروض تبقى على الكبيبة هنا، مش عارفينها هتتحرق. بس تعالوا نشحن دي الأول. بضيف المية، بضيف المية بالتدريج. تعالوا نبص عليها مع بعض. احنا محتاجين بس نقلب كده اللحمة مع البرغل، ومحتاجة ازود سنة الكمون من لونها منحس حتى. وممكن في المرحلة دي اصلا هي ما بتبقاش ناعمة قوي، ممكن انقلها على طبق واعجنها بايدي. مجرد احنا برضو هنا ادينا زي ما عملنا بالكبيبة الغمراوي، اديناها عرق للحمة. نعجنها كويس، ولما نسيبها شوية هترجع البرغل يتشرب اكتر اللحمة. لونها لما بتقعد طبعا بتغمق زي ما انتم شايفين، اللي انا مجهزاها بتبقى اغمق، بس اول ما بتطلع بتبقى بالشكل ده. نطلع فاصل ونرجع ونعمل الحشوة ونشوف تتشكل ازاي، ونقدم برضو الشلبات. استنونا. في الفاصل خلصت تحمير الكبيبة، كبة موصل. بصوا بتبقى رفيعة ازاي طبقة الكبيبة زي الورقة شايفين، والحشوة جواها. مش هنعمل الحشوة، هي حشوة بسيطة سريعة. انا هقول لكم، لحمة مفرومة بتتحط في الزيت على طول من غير بصل. البصلة هنا بتتحط عليها بعد ما تستوي مبشورة عشان يفضل فيها جوسينس، وبعدين بنحط لها السبع بهارات، وبعد ما تطلع من على النار بنحط لوز ني متقطع. لوز ني اللي من عادة بنحمره متقطع بيتضاف على اللحمة، وكمان الزبيب بيتضافوا عليها. الكبة الشامية اللي بالفرن بتحط لها عين جمل وزبيب، يعني شبيهة بيها جدا. تعال نشوف تشكيلها. هناخد ورقة زبدة ندهن عليها شوية زيت، ممكن نعمل أحجامها كمان صغيرة، نقطة زيت بسيطة على ورقة الزبدة. هناخد جزء من الكبيبة اهو، ونحط ورقة تانية فوقها. اسهل حاجة بورق الزبدة، هما بيعملوها بالبلاستيك بس ورق الزبدة عملي وسريع. نقوم فردينها عشان كده بنقدر نتحكم بسماكة الكبيبة، وزي ما اتفقنا بتتعمل باحجام مختلفة. تعالوا نشوف السماكة لسه تخينة شوية من النص بالشكل ده. تيجوا نعمل واحدة صغيرة. هناخد هنا طبق وبسكينة أو بأي أداة حادة نشيل الأطراف. كل ده بيرجع بتعجن تاني ونستخدمه، بنشيله خالص. بتبقى عندنا، أطلع القطعة دي بالشكل ده، واحنا بنقدر نرجع نقفلها زي ما اتفقنا ونشكلها. تعالوا نعمل واحده ثانيه، ادي القاعده نحطها هنا على جنب. نعمل الثانيه. الطريقه دي بتنفع لكل الاحجام، سواء عايزين تعملوها كبيره تعملوها صغيره، هو التكنيك ده نفسه. هنقوم واخدين برده شويه زيت وحاطين، هنكرر نفس العمليه. هنفردها حمر. في ناس بيحمروها بزيت غويط شويه، وفي ناس بيحمروها زي بيشوها شوي تقريبا، وفي ناس بيعملوها بالطريقه اللي عملناها اللي هي نص تقريبا، يعني ولا هو ديب فراينج ولا هو يعني ولا شوي ولا قلي عميق. هناخد الطبق تاني اهو ونضغط نشيل الاطراف.
الحشوة لما تتحط تتحط بردة عشان ما تقطعش العجينة. طلع الطبق، طلع قطعة الكبيبة بالشكل ده، ونرجع نلزقها. بصوا بقى دلوقتي بناخد الحشوة، ناخد شوية من الحشوة اهي، نحطها بالنص، فيها اللوز وفيها الزبيب. هناخد الطبقة اللي حضرناها نحطها على الوش بالشكل ده، وبعدين بنضغطها على الأطراف كويس، بنأمنها كده كويس، وبنحط شوية زيت. هاتوا ناخد زيت الكانولا من لورو في الطاسة، وتعالوا ننقلها. بصوا شكلها بقى عامل ازاي اهو، بكل بساطة رفيعة، وهنحطها بالزيت ونحمرها زي ما حمرنا التانيين. غرفنا الشلباطو النهاردة في رحلة وجولة في مدننا العربية الجميلة وبلداننا العربية اللي تراثها من أعرق التراث في العالم، ولازم دورنا نحتفظ به. طبعا بنحب الاكل، يعني دايما بقول لكم احنا بنروح السند والهند والشرق والغرب مع بعض في ميز شو، بس حاسه الفتره دي التلاحم اللي حاصل بين الشعوب العربيه، دايما الازمات بتوحد الشعوب، حاسه كده انه من مسؤوليتنا نحافظ على كل بلد عربي على مطبخه، لانه كلنا مستهدفون، كل تاريخنا وكل تراثنا مستهدف، فلازم نقدر او نهتم بقيمه وحدتنا، وحدتنا في كل حاجة. أحب أشوف الأكل العراقي في البيت المصري والفلسطيني بالبيت اليمني وهكذا، علشان إحنا دورنا كلنا نحيي تراثنا. هنقلبها الناحية الثانية، حتى لو اتشققت كده تقدروا تضغطوا عليها تاني. هي لازم بيني وبينكم تتشمع شوية بالفريزر زي أي كوبيبة علشان لما نقليها ما تفكش. هنسيب دي نتحمر، كنترول بيقولوا لي وقتنا أزف، وقتنا أزف، خليها تتحمر كويس من الناحية الثانية علشان ما تفكش. اذا لو معاكم وقت زي ما قلت لكم حطوهم بالفريزر يتماسكوا، ومن الفريزر على الطاسه لانها هي رفيعه فهتتحمر بسرعه وتستوي بسرعه. حلقتنا النهارده زي ما قلت لكم عربيه، وحدتنا العربيه هي سلاحنا، سلاحنا في اي قضيه عربيه. تعلمنا انه نكون لبعض كالبنيان المرصوص، في اغنيه اشتهرت الفتره دي، شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، وانا بقول لكم شدوا بعضكم كلكم، كلنا ايد بايد لن ننسى فلسطين، وايد بايد هنكون مع بعض دايما 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 يا رب الى احسن، والى ان نزور كلنا فلسطين نبعت دعوتنا لاهلنا في غزه.